وقفت عند وثائق التاريخ الإسلامي أبحث في دواوين السنة وكتب السيرة حول سفراء حملوا رسائل بخاتم النبوة. في العام السابع من الهجرة وبعد صلح الحديبية انطلقت البعثات الدبلوماسية الإسلامية تجوب العالم، فهم من أعقل الصحابة وأحسنهم حديثاً وأفصحهم لساناً في تبليغ رسالة الإسلام. بعد انتهاء معركة أحد في العام الرابع من الهجرة وصلت أصداؤها إلى أعراب نجد، ما جعل العديد منهم يرسلون للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون سفراء لنشر رسالة الدعوة. فجاءت سفارة النبوة إلى قبيلتي عضل والقارة من بطون بني هذيل، جمع بين العلم والجهاد، خلده التاريخ الإسلامي كأحد أهم الفوارس السفراء، شارك بالمشاهد، فهو الثابت على دينه رغم المساومة. إنه المؤمن الأمير الصحابي الجليل خبيب ابن عدي، سفير النبي إلى بني هذيل. هو خبيب ابن عدي ابن مالك، أنصاري من الخزرج، فارس مؤمن وفقيه مثابر، شهد بدرا وأحدا. لماذا اختار النبي سيدنا خبيب لكي يكون سفيراً يمثل الإسلام إلى بني هذيل؟ لأن سيدنا خبيب فيه من الصفات والمؤهلات التي تؤهله لذلك، فهو من السابقين في الإسلام، وقد حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر وغزوة أحد، وكان له حسن المظهر وعظمة المخبر، بمعنى أن القيم الإسلامية التي بثها رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحابته تمكنت من سيدنا خبيب، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن سيدنا خبيب يصلح أن يمثل الدين الإسلامي وأن يبث قيمه إلى بني هذيل، لذلك اختاره رسول الله صلى الله عليه وسلم سفيرا إلى بني هذيل. طلبت بعض القبائل من بني هذيل منها عضل والقارة من النبي أن يرسل إليهم وفداً يعلمهم تعاليم الإسلام للدخول إلى هذا الدين. فكان من بين من سمع بالدين الإسلامي وبالفعل دخلوا في الدين الإسلامي قبيلتي عضل والقارة، وهما من بطون قبائل هذيل، فأرسلوا إلى النبي وفداً يطلبون منه أن يرسل إليهم من يعلمهم الفرائض الإسلامية والشرائع الإسلامية حتى ينتشر الدين الإسلامي بين القبائل وبين بطون هذه القبائل وهاتين القبيلتين تحديداً. من هذا الوفد كانت سفارة خبيب بن عدي. نعم، فكان خبيب بن عدي أحد أفراد السفارة التي أرسلها النبي إلى قبيلتي عضل والقارة لتعليمهم الشرائع الإسلامية، وكانت هذه السفارة تتكون من عدد من الأشخاص، يعني اختلف المؤرخون في عددهم، فالبعض يرى أنهم 6 والبعض يرى أنهم 7 أو 10، أما الراجح أنهم كانوا ما بين 6 أو 7 على وجه الدقة. بعث الرسول صلى الله عليه وسلم وفداً من السفراء إلى بني هذيل ليدعوهم إلى الإسلام ونشر تعاليم وقيم الدين بينهم. ما هو فحوى ومضمون الرسالة النبوية التي أرسلت مع سيدنا خبيب إلى بني هذيل؟ هل القيم الإسلامية كانت على رأس هذه المهمة؟ فحوى الرسالة المحمدية من ألفها إلى يائها كلها تكمن في زراعة القيم في النفس البشرية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فمكارم الأخلاق هي على رأس التعاليم الدينية، فالصلاة لابد أن يكون فيها مكارم الأخلاق، الزكاة لابد أن يكون فيها مكارم الأخلاق، الحج لابد أن يكون فيه مكارم الأخلاق. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا خبيب بن عدي إلى بني هذيل بعثه بهذا، بالقيم الإسلامية من الصدق والوفاء والعطاء، فقد كان المجتمع الإسلامي مجتمع متماسك بفضل القيم الإسلامية التي أخذها سيدنا خبيب ليزرعها في بني هذيل. السفير
النبوي خبيب ابن عدي أرسل إلى بني هذيل، هل وصلت الرسالة إليهم أم لم تصل؟ كان بنو هذيل قد بيتوا النية بالغدر بصفراء النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن السفير لا يغدر به، لأن السفير هو حامل رسالة وحامل قيم معينة مبعوث، لكن بني هذيل كان لها ثأر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب غزوة بدر، حينما انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون على المشركين، فبيتوا النية بالغدر بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما خرجت هذه السفارة إلى بطون قبائل هذيل، وفي الطريق عند بئر ماء الرجيع وهو بئر لقبيلة هذيل بين مكة والطائف، إذ خرج عليهم مجموعة من قبائل هذيل يريدون أن يقومون بالقبض عليهم لتسليمهم إلى قبيلة قريش وإلى مشركي مكة. وهنا جاء الاختيار ما بين الأسر أو الاستمرار في القتال أو المعارك مع هذه المجموعة، حتى يقوموا بتوصيل رسالة النبي وسفارة النبي. فانقسم الوفد إلى قسمين، قسم قرر يعني الاستسلام، والاستسلام هنا ليس خوفا من القتال ولكنهم انخدعوا بمكر ودهاء، أمنوا بعهد هؤلاء. نعم، استسلم ثلاثة من أفراد الوفد وهم زيد بن الدثنة وخباب بن عدي وعبد الله بن طارق، وقرروا الاستسلام وألقوا بسيوفهم، وقام البطون أو هؤلاء العشرة أو المجموعة من هذيل بالقبض عليهم وحملوهم أسرى إلى مدينة مكة لتسليمهم إلى قبيلة قريش، وقاموا ببيعهم. فابتاع خبيب بن عدي أحد أعضاء وأفراد بنو الحارث بن عوف. لماذا ابتاعه بنو الحارث؟ لأنه يقال أن خبيب قد قتل أبيه من الحارث، نعم، في معركة أحد أو في معركة بدر تحديداً التي كانت في العام الثاني للهجرة النبوية. مضت الحياة بخبيب راضياً بمشيئة الله وقدره، شاكراً له فضله، داعياً للإسلام بالنصر على هؤلاء الذين خدعوه وأصحابه. وكان موت الخبيب بداية لإسلام بني هذيل ولتعليمهم الإسلام أيضا. نعم، لأنهم رأوا كرامات، ورؤية الكرامات دي يعني الكرامة تعطى للولي، لأن الله سبحانه وتعالى حينما يرى من عبده الصدق والوفاء والأمانة يضعه في مرتبة الولي. قال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقد كان مع سيدنا خبيب مجموعة من الصحابة، فلما أرادوا الغدر به قالوا: سلموا إلينا أنفسكم ونعدكم أننا لنصل إليكم بسوء. فطبعا المسلمين على عهودهم، فسلم سيدنا خبيب نفسه، فالعجيب أنهم سلموه، غدروا به. فلما أخذوا خبيب وضعوه في حجرة، فلما وضعوه في حجرة كان سيدنا خبيب دمس الأخلاق، يظهر عليه علامات الإيمان، وجهه مشرق. فلما جاءوا لقتله كان موجود، ويبدو إن هم أرادوا أن يمثلوا به أو يعني يبقى يعني يذكر قتل سيدنا خبيب في القبائل، فاستدعوا بدليل أنه قد حضر هذا القتل أبي سفيان بن حرب. نعم، فسيدنا خبيب لما يعني أرادوا قتله قال: دعوني أصلي ركعتين. سن سنة هنا سنة، وأي سنة؟ ده هو عاوز يديلهم الصورة الذهنية، يغير الصورة الذهنية المأخوذة عن المسلمين. المسلمين دول مش أهل قتل وحرب وسفك دماء، لا، ده عندهم أخلاقيات عظيمة حتى الصلاة قبل القتل قبل أو الاقتتال، قبل أن يذهب آخر أنفاسه. فصلى ركعتين ثم رفعوه إلى شجرة عالية ليقتلوه، فلما وصل إلى منتهاها قال: اللهم أبلغ رسولك مني السلام. فجاءت غفوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وجاءه جبريل بالخبر، فقال: وعليك السلام يا خبيب، وعليك السلام يا خبيب، وعليك السلام يا خبيب. قبل وفاته وقبل استشهاده ويقتل، لكنه كان الهدف الأسمى لديه أن يبلغ سفارة النبي. نعم، حريصا على أن يبلغ رسالة النبي ويبلغ ويقوم على الوجه الأكمل بسفارة النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل شهيدا رحمه الله سبحانه وتعالى، فكان يعني خير الشهداء في هذه السفارة،
وأيضا هذه السفارة يعني تعرف عند المؤرخين بيوم الرجيع أو بعث الرجيع أيضا، لأنه يعني وقع الثلاثة في الأسر. الأحداث وقعت عند بئر، عند بئر الرجيع، وهو بئر ماء لهزيل بين مكة والطائف. في العام الثامن من الهجرة في سفارة الرجيع استشهد الصحابي خبيب بن عدي بعد أن سن ركعتين وأبلغ رسالته أمام الله.